ينفع ناخد الحاجتين؟ يعني ينفع اكون لي حال مع الله سبحانه وتعالى وباين اثر ده في الجوارح؟ اه ما هي ده الايمان. الايمان تصديق بالقلب. وبعدين الجوارح، الاخت اللي كانت بتقدم الله يكرمها كانت بتقول ايه؟ اه القلب هو الملك. مين الجنود اللي بتنفذ؟ الجوارح. فانا لو ليا حال مع الله جوارحي هتنفذ بدون اي حاجه. ازاي اعمل الحال ده؟ ان انا اعرف قيمه الوقت. قال لك افضل عباده، يا ترى صلاه، يا ترى صوم، يا ترى كذا، افضل عباده واجب الوقت ايه دلوقتي؟ لازم تدرسوا فقه الاولويات. واجب الوقت ايه دلوقتي؟ اه ده انا مقبله على ايام فيها ليله بقرن، عباده قرن 100 سنه 83 سنه وكسور ليله القدر. قالوا لها ازاي؟ قالوا لي ازاي ان من اول مغرب يتأذن فيه ان رمضان بكره خلاص، انا خلاص رمضان دي اول ليله في رمضان انا محطوطه في ميزان حسناتي. ازاي ان انا اكسب حاجه زي كده؟ لما تبقي واعيه وناصحه ومبصره. اللي في الدنيا اعمى فهو في الاخره اعمى وايه؟ واضل سبيله. احنا عايزين نبصر. اه تعرفي حقيقه البركه والجمال اللي جاي لك لو انت مش منتبهه. طب نعمل ايه؟ اقول لكم على حاجات تحف جدا النهارده. ان شاء الله الحاجات دي هتتسجل، هتجيب ورقه وقلم الناس اللي بتحب تكتب. يعني اعمل ايه يعني؟ اه ادخل على الله بقلب الاول صادق، والله يا رب انا ما جيت النهارده، عدد نوايا، انا جايه اسمع خير وجايه افرح بناتي وجايه في جلسه وجايه في ملائكه طياره هتقول لي ودعوه لله ولعل القلب ينفتح ويبقى لي حاجه، كل النوايا عدتي ولا بتاع 20 ده لو جبت يعني 20 نيه 50 نيه. لان النوايا تجاره العلماء، ما كانوش بيتاجروا لا في درهم ولا في دينار، ولكن كانوا بيتاجروا بايه؟ بالنوايا. فكان يعدل العالم الواحد منهم او الزايد الواحد منهم اكثر من 100 في العالم. انا مره حاولت اجيب 20 صراحه، يعني اجتهدت مره عشان اجيب 20 جم، بس يعني سبحان الله جابوا 100 دول ازاي؟ ناس عايشه، ناس عايشه عشان حاجه واحده بس، انا عايزه جنه ربنا، انا عايزه اشوف ربنا ولا يبقى في بيني وما بينه حق يوم، ولا اشوف وقت الصلوات. ما هو الناس مش هتشوف ربنا كده، كل الناس تبقى صدخنا الجنه بقى، فعايزين نشوف. غلط. الحسنى وزياده بتاعت يوم القيامه دي، الزياده دي إيه؟ هي رؤيه الله سبحانه وتعالى. اتفقوا العلماء على كده. ورؤيه الله لما تشوفي وجه الله سبحانه وتعالى، ابن القيم بيقول كل متع الجنه بعديها متع بهيميه. الجنه بقى ومش عارفه ايه، والسحابه اللي بتمطر مسك، وملائكه داخله وحر عمالين، اللي دي صاحبه زوجك من ناحيتي ودي صاحبه زوجك من ناحيتي، وهيصه في الجنه. واحنا بقى هنلم بعض، ما مش هنسيب بعض، هنلقلق بقى وهنقعدوا كل واحده هنروح في قصر فلانه النهارده وبعد ساعه، هيصه جميله. كل ده متع بهيميه الا متع الايه؟ رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى. تفتح الباب اللي بينك، ما هي ابواب، الباب ده يخش منه ملائكه، الباب ده حور العين، الباب دوت يخش منه الولدان المخلدون، كل واحد له باب. وفي باب تبص منه استغفر الله على النار، ويجي لك اهل النار، يا فلان مش فاكرني؟ انا فلان كنت انت معدي مره في الدنيا كده وانا سقيتك شربت ماء، اشفع لي عند ربك بهذه الشربة. فاشفع فيشفع عليك، شربة ماء. وباب عند ربنا سبحانه وتعالى، تفتحي داري وجه الله سبحانه وتعالى. يفتح كده، قال لك يفتح بعدد الصلوات 5 مرات في اليوم بعدد. ليه؟ اصل انت لما بتقولي تكبيره الاحرام الله اكبر بيحصل ايه؟ ترفع الحجب بينك وما بين ربنا، كنت بقى ما شاء الله كذا اروح اطلع المحشي واقفل مش عارفه ايه، خلي النهارده مع بيتي محضره له وهعمل كذا مع عيالي، كل ده فالله اكبر. لكن اللي بينتبه ترفع الحجب بينك وبين الله، يقبل اليك الله عز وجل بوجهه هكذا نص الحديث. فلو احنا ما انتش منتبه مش هيفتح الباب. وفي ناس لا، الباب ده ما بيتقفلش. ليه؟ اصلها في معيه. زي مين؟ زي سيدنا عبد الله بن مسعود، كان قاعد وصحابه كده بيتسابقوا في سباق، واحد جاي قال له من سبق؟ مين فيهم اللي سبق في سباق الجري ده؟ قال له من غفر الله. هو مع الجريوم ولا مع الايه بتاعت سوره الحج وسابقوا الى مغفره الله؟ هو مش هنا، هو مع، هو في ملكوت تاني. نعرف نكون كده، اقسم بالله عز وجل لو عادت النساء لركن الله عز وجل الشديد والمعيه ربنا، والله ما هتلاقي مشكله في الدنيا. مش هتلاقيها قاعده منمرشه لزوجها لما يجي يوم نكبه عليه دنيته، اصل فلانه واصل كذا ومقارنات وهيصه. لما يجي ابنها يعمل امر ولا يعمل حاجه تبص تلاقيها هي عملت ايه؟ لا، تستعين عليه بربنا سبحانه وتعالى وتعرف ازاي لها حال مع الله. يعرف النهارده يبقى لنا حال مع الله ازاي؟